والمشاهدين بارك الله فيكم وكل عام وانتم بخير. الحمد لله على نعمة الاسلام يا اخواني، الحمد لله. الحمد لله على المن والايمان، الحمد لله على الصحة بالابدان. الانسان يحمد الله دايم الحمد عند لله. السرة والضرة، كن مع الله يكون معك، احفظ الله يحفظك، لا تضيع نفسك. الانسان على كل ابو حال انه محتاج الى الله. الله سبحانه وتعالى غني، ما هي إلا لك، ابذل وافعل واحسن يحسن الله إليك، مثل ما قال أخينا أبو محمد السالم جزاه الله خير الإحسان، ما فيه أحسن من الإحسان على قط، على طيور، على بهايم، على بشر، مثل ما عندهم ماء. أشوف لي عمال حالحين واقفين 24 ساعة وهم بالشمس، هذول ما يعطشون؟ احنا بغبة القيظ، ما زال علينا قيظ الى الان. فالواحد اقل شيء مثلا لو انه يركب سيارته ويضرب هالطريقة الطويلة، ويشوف عمال يميل، ما وش معه، له كرتون كرتونين او ثلاثة ب 20 ريال، يعني ما انا كلابة. كل واحد يمد له، والله يا اخواني يلقى بها راحة ويلقى بها سعادة. هذا ينتظر رزقه، يطرد رزقه. وعلى كل ابو حال جو من بلادهم، وترى عندهم عوائل، عندهم أباء وأجداد وعيال، بعضهم ما يجد قوت يومه. حنا كنا ونسمع من الأباء والأجداد شيء غريب، شيء غريب، يدور الدنيا ما يحصل له مثل قوت يوم، بس يعني أسبوع أسبوعين ما يذوق شيء. هل لو الرجال مثل يمسي ولا يتعشى له منها اصبح له والله عظيمات، ترى تعود على الاسب، شفت. فالنعمه هذه يا اخواني تبي حفظ وتبي احسان. والله به ناس الله يهدينا واياهم، والله هي من المزابل. انا يقول لي واحد يقول راح للخارج، يقول المزابل هذه اللي عندكم هنا لو مثل البلديه تاخر لها يوم يومين سكرت الشوارع، من زود النعمه ومن عدم الاحتساب به ناس ما يحتسبون. ولا يحسن النعم، الخبوز حطها يا اخي لها بكيس واحسني اليها، لا تطاها الارجل، ولا يا طاها بني ادم، ولا مثلا تسرف بها تخالطها ويا المويات اللي تجري مثلا. احسن يا اخي، احسن للاخرين كانك محسن لنفسك، وانت تصدق عن نفسك. يعني الحمد لله بنعمه وخير وسعاده. وهذه يا اخواني الايام الخاليه، إن قريت القرآن، إن سبحت، إن هللت، إن استغفرت، لك المجال. والله ما هو كود، الحمد لله يقول الإسلام جانا بلاش، ما هو كود تخسر لك أموال وتشتري الإسلام، لا يجيك بلاش. أطلب الحي القيوم، ولا تجعل بينك وبين رب العالمين مثلا يعني تشفع به، ولا مثل العوائد والعياذ بالله اللي الحمد لله جاء الإسلام وزالها. ترى به ناس حال حين يستنجد بفلان ويتضرع بفلان ويقول يا اخي ادع لي، ولا يا اخي انقذني، ولا يا اخي انت انقذ نفسك. سبح وهلل وعين خير وكن مع الله واحفظ الله. الله سبحانه وتعالى خلقكم من عدم الى وجود، وكل مخلوق يخلق ورزقه معه، ترى ما ياكل رزق احد، ما ياكل الا رزقه. وانت المتصدق تراك تصدق على نفسك، ما هو على كل ابو حال تقول بتصدق عليك، تصدق على نفسك يا اخي. ولا هذا قيضها الله وخلقه من عدم الى وجود ورزقه يبي يجي، ما سوى منك ولا من غيرك ولا من الارض اللي يمشي عليها. فالانسان ما يبخل اللي يقدر عليه وهو مع الطريق، ولا رايح للمسجد يسبح ويهلل. واشوف الناس الله يهدينا واياهم، شف حتى القط البساس ذي سبحان الله العظيم يعرف ان الرحمه، لا شافوا واحد مثلا يضربها، لا شافوا ولد ولا ولد مالي ما يعرفون شيء يهرب، ولا شافك يا العاقل قام يقرب اليك سبحان الله العظيم. يعني تقدم له شيء، تقدم. اشوف الناس والله يا اخواني من غبطون حاطين لهم مويات على قزاز ومن نفسه، بس مالك الا تعبيها العلبه وينزل قطرات للحمام، للطيور، للبساس مثلا، القط. يعني تحسن وتعير خير وانت ما دريت. الحمد لله، ما نطول على الاخوان، كل اللي مسهم
والله يجزاكم خير جميعا. وياك أبو صالح.